الطريق عمره ما بيكون سهل، والحياة دي أحلى حاجة بتخلي النجاح طعمه حلو جدا. الطريق إلى طوكيو 2020 من يوم القرعة اللي تابعناها في مكان مميز جدا، قرعة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بتوقيع القناص عماد متعب، وإحنا عرفنا إن مجموعتنا مجموعة نارية بتضم منتخب مالي، الكاميرون وغانا، ولكن ده كان طبيعي جدا ان احنا نحس ان احنا قلقانين شويه على مشوار منتخبنا الاولمبي، خايفين هيكون ايه مصيرنا مع مجموعه قويه زي دي، ولكن الحقيقه ما كانش في داعي لاي قلق اللي احنا حسينا بيه، لان مجموعه زي اللعيبه ديت ما يتقلقش عليهم. الف مبروك لمنتخبنا الاولمبي، الف مبروك لكتيبه الكابتن شوقي غريب، الف مبروك للجمهور المصري اللي كان وحشه الفرحه، وحشه الفرحه من ساعه يوم 8 اكتوبر 2017 لما كنا بنتابع ضربه الجزاء اللي سجلها محمد صلاح في شباك منتخب الكونغو وتأهل من خلالها الى روسيو 2018. من ساعتها واحنا غايبه علينا الفرحه دي اللي في الشارع. اللعيبه ديت ما بتقلتش على الجمهور المصري اللي هم عارفين قد ايه هم بيحبوا الكوره وقد ايه الكوره بتفرحهم وبتسعدهم وممكن تكون بتحرك مشاعرهم وبتخليهم ينسوا هموم كتيره جدا. اللعيبه ديت تستاهل الجماهير دي، والجماهير دي تستاهل اللعيبه دي. الحقيقه من دور المجموعات واحنا كنا قلقانين جدا لان المجموعه زي ما كنت بقول لحضراتكم كانت مرعبه، ولكن تاهلنا الى المربع الذهبي بالعلامه الكامله. قدرنا نفوز بتسع نقاط من 3 مباريات، وفوزنا كمان بروح لعيبه، فوزنا بنجوم شفناه مميزين جدا، فوزنا بهداف البطوله لحد دلوقتي محمد او مصطفى محمد. كل الحاجات ديت قدرنا نحققها ونفوز بيها من خلال متابعتنا لدور المجموعات والتاهل من بعدها الى المربع الذهبي. المشاهد دي والجماهير دي كل التحيه والتقدير ليهم، تيشرت الزمالك وتيشرت النادي الاهلي وتيشرت منتخب مصر كلهم متواجدين في الاستاد في نفس الوقت. ده ممكن نقول عليه من اهم المكاسب اللي تابعناها على مدار البطوله دي، وايضا على مدار بطوله امم افريقيا للكبار. الناس فرحانه ازاي بتواجدها داخل الاستاد. قد العدد ده بالظبط كان موجود خارج الملعب، سواء معاه تذاكر ومش عارف يدخل، او معهوش تذاكر وكان بيتمنى ان هو يكون معاه تذكره علشان يحضر المباراه من داخل استاد القاهره. اللجنه المنظمه بتؤكد ان شاء الله التنظيم هيكون كمان افضل مع مباراة نهائية، وان عدد التذاكر كل حد حامل تذكرة هيكون قادر ان هو بيكون بيتابع المباراة من داخل استاد القاهرة، ولكن الجمهور كان مشرف جدا وعرض رائع وبروفا ان شاء الله تكون الاخيرة قبل ما نشوف الجماهير موجودة داخل استاد القاهرة، وكل الاستادات بتتابع الدوري المحلي وبتشجع انديتها من داخل الاستاد وبتتابع فعاليات كل بطولة وهي حاسة بقى بقيمة الكورة من داخل الملعب، فان شاء الله دي تكون بداية لعودة الجماهير مرة تانية. المنتخب قدر يفوز في مباراة نصف النهائي على منتخب جنوب افريقيا اللي كان صعد الى هذا الدور، وهو شباكه نظيفه، هزنا شباكه ب3 اهداف، وكمان المباراه طعمها مختلف لان دي كانت مباراه الحلم، الحلم لطوكيو 2020، الحلم اللي اصبح حقيقه، وبالفعل تاهل منتخبنا الاولمبي الى حلم طوكيو 2020. الفرحه ديت اعتقد كنا منتظرينها بقالها كتير جدا، لان الجماهير وتواجدهم في الاستاد، لان اللعيبه اللي حاسه بقيمه التيشيرت، لان المدير الفني المحلي اللي قادر يعمل توليفه رائعه من نجوم كتيره جدا، فشكرا للاعاره، الاعاره اللي خلت لاعبين كتيره بدل ما يكونوا قاعدين على دكك انديه كبيره يروحوا ويشاركوا مع انديه ممكن تكون اقل جماهيريه، وفي الاخر نكون بنحصد ايه؟ نجم في كل مركز، بل اكتر من نجم في اكتر من مركز، علشان يكون عندنا منتخب اولمبي قوي ومحترم جدا. مقولات كنا ممكن بنتابعها على مدار الفترات اللي فاتت بعيدا عن الكوره كده، كان البعض بيشير الى بعض الاقوال اللي ممكن بقى البطوله ديت والاداء دوت خلينا نمحيها. الخبرات، انا مش هضم لاعب معين علشان ما عندوش خبرات دوليه او ما عندوش خبرات افريقيه. ابرز اللاعبين عندنا في المنتخب اللي ظهروا وتالقوا ممكن يكونوا ما عندهمش هذه الخبرات اللي البعض بيشير اليها، ان عشان تنضم وعشان تكون ضمن حساباتي انت لازم يكون عندك هذه الخبرات. المنتخبات اللي كنا بنلعب قصادها عامه هم كمان عندهم خبرات اكتر من منتخبنا الاولمبي، بيلعبوا في ابرز الدوريات، بيلعبوا مع اهم الانديه، عندهم مشاركات اكتر على صعيد اوروبا وعلى صعيد افريقيا، ولكن ده ما كانش مؤشر خالص. مقوله الخبرات مش مقوله صحيحه خالص، لان انت ممكن يكون عندك لاعب بروحه وباصراره وبالهدف اللي هو شايفه وبيسعى اليه يقدر يحقق انجاز. المقوله الاخرى وهي الجمهور ممكن يكون عامل ضغط، الجمهور عمره ما بيكون عامل ضغط، اكتر لاعبين كان ممكن يضغطوا لو المقوله دي صحيحه هو منتخبنا الاولمبي، وبالعكس منتخبنا الاولمبي استفاد من تواجد الجماهير واستفاد من تواجدهم التصاعدي، فاللعيبه اللي بتقلق من وجود جماهير دي مش لعيبه كوره، واللعيبه ديت على فكره منتخبنا الاولمبي من اكتر برضو اللعيبه اللي ما لعبتش امام جمهور خالص لا محليا ولا افريقيا، لان هم ما عندهمش هذه الخبرات اللي كنا بنتكلم عليها
لسه من ثواني، فبالتالي كان من المنطقي لو في حد ممكن يتضغط من الجماهير يكونوا المجموعه دي، ولكن الجماهير عمرها ما بتضغط، الجماهير بتشجع، الجماهير بتكون واقفه ورا منتخباتها، فبالتالي لو في لعيب بيخاف من الجماهير يبقى هو كده مش لاعب كوره، زي ما هم بيكونوا بيتقبلوا المدح وبيتقبلوا ان هم يترفعوا لاعلى سما في الدنيا علشان هم عملوا ترقيصه حلوه ولا عملوا هدف كويس، لا، على الصعيد الاخر الجمهور لما بيكون بيضغط ولكن من اجل منتخب مصر، بيضغط من اجل حبه للكوره، مفروض ان اللاعب ياخد دوت بشكل ايجابي. وشفنا اللاعبين دولت اللي احنا خايفين عليهم من قبل ما البطوله تبدا والضغوط اللي كانت عليهم، وخصوصا كمان الضغوط لما زادت علشان هيكونوا بيلعبوا مع منتخب جنوب افريقيا اللي خرج منتخبنا الاول لكره القدم من نفس البطوله ومن قليلة. لا، مفيش مقاييس خالص، ما بقاش في مقاييس خالص للوقوف على المستويات، ولا هتقارن منتخب اول بمنتخب اولمبي، كل منتخب ليه هويته الخاصه، وهويه منتخبنا الاولمبي هويه مشرفه جدا. لقطات اكيد كانت مميزه تابعناها على مدار اليوم بقى بعد انتهاء المباراه، واحتفال اللاعبين في مشهد كان رائع جدا من دخولهم على المؤتمر الصحفي. واللقطه المميزه هي سعاده منتخب او سعاده مدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا بالمشهد دي، كمان من اللقطات اللي تخلينا نحس ازاي ان الكوره بتكون بتفرح حتى لو في خساره، والمدير الفني ده خسر، كان في اخطاء تحكيميه اكيد كبيره تابعناها كانت لصالح منتخبنا الاولمبي، ولكن بيبقى للكوره مذاق خاص. وعالم طوكيو او عالم اليابان وتاهلنا لطوكيو 2020 هو من احلى المشاهد اللي تابعناها امبارح. منتخبنا عارف ان هو كان عنده الامكانيه ان هو يفوز، والتيشيرتس اللي لبسوها بعد انتهاء المباراه مباشره اللي مرسوم عليها اللوجو بتاع الاولمبيكس وطوكيو 2020 يعرفك ان المنتخب دوت داخل البطوله وداخل المباراه علشان يحقق حلمه، مش خايف ان هو يكون في سيناريو اخر، مش حاطط اصلا في ذهنه ان في سيناريو غير ان هو يكون بيحقق فوز، وفوز مستحق. الف مبروك لمنتخبنا الاولمبي، لكل اسم في الجهاز الفني، لكل اسم كان داخل القائمه وشارك او ما شاركش، لكل لاعب ممكن تكون اصابه ابعدته للاسف وما كانش بيشارك، ولكن بروحه وباصراره وبمشاركته والكل على قلب رجل واحد، ده اللي خلى الروح ديت تكون سايده. عندنا كابتن فريق محترم، عندنا لاعب لما ابرز نجوم منتخبنا على مدار البطوله زي مصطفى محمد ورمضان صبحي اكيد كان التركيز معاهم امبارح كبير جدا، عندنا لاعب اسمه عبد الرحمن مجدي، عندنا حلول، ودي احلى حاجه ان انت تشوف منتخب مش واقف على لاعب واحد. عبد الرحمن مجدي من نجوم منتخبنا الاولمبي، عبد الرحمن مجدي قدر ان هو امبارح يسجل هدفين في مباراه كانت ممتعه جدا، ونشوف كده في كل مركز نجوم، وزي ما كنا بنقول اسمائهم كانت ممكن معروفه بالنسبه لنا، ولكن البطوله ديت خلتنا كمان في بعض الوشوش، يعني صعب ننكر ان احنا ممكن ما كناش نعرفهم شكلا بشكل جيد، ولكن خلاص الاسماء دي كلها بقت نجوم، واعتقد مع نزولهم في الشارع هيعرفوا التغير اللي حصل من شكلهم وقيمتهم عند المصريين وحب المصريين ليهم بعد انتهاء البطوله وبعد خروجهم من معسكر منتخبنا. ان شاء الله يحسوا بالتغير اللي حصل في مدى نجوميتهم ومدى اقبال الناس عليهم وثقه الناس اللي ازدادت فيهم. بطوله رائعه ورجعت طعم انتصارات كده كان بيفتقده الشارع المصري، وكان بتفتقده الجماهير المصريه، والجمهور الموجود من فئات مختلفه ومن اسر ومن سيدات ومن شباب ومن انتماءات بتختلف، ولكن بيبقى الانتماء الاول والاخير واللي بيحرك فعلا الناس هو منتخب مصر.